أهلاً وسهلاً بكم في فيديو جديد من سلسلة مواقع إلكترونية مفيدة. في هذه المحاضرة راح نشرح موقع مهم جداً ولطيف جداً لكل تقني ولكل مستخدم حاسوب، ألا هو موقع زامزار. طبعاً موقع زامزار من المواقع الرائعة جداً لتحويل صيغ الملفات، وطبعاً من نقول تحويل صيغ الملفات يعني تحويل كل صيغ الملفات اللي تخص الحاسوب. طبعا هذا الموقع نقدر نحول به كل الملفات اللي داخل الحاسوب بإمكاننا نحولها بدون أي استثناء، وطبعا هذه الملفات جميعا حتى نحولها بدون استخدام هذا الموقع لابد أنه ننصب الكثير العشرات من البرامج حتى نقدر نحول جميع هذه الملفات، وطبعا بخطوات سريعة جدا وبشكل مجاني. يعني عندنا هنا بعد ما نضيف الفايل عندنا هنا مجموعة ضخمة من الصيغ اللي طبعا نحولها، وطبعا هذه صيغ أولية. إذا نجي هنا بالأعلى نجي إلى فورمات الصيغ الخاصة بالملفات، طبعا راح ننزل هذه الصيغ كلها نقدر نحولها ونقدر نتعامل بها من وإلى. إذا تلاحظون الكثير والعشرات بل المئات من الصيغ الخاصة بملفات عديدة جدا، إذا تلاحظون كل هاي الصيغ وهاي الملفات نقدر نتعامل وياها ونتحكم بيها بشكل واسع جدا جدا وسهل ومجاني، إذا تلاحظون كمية هائلة جدا. طيب هذا الموقع سهل جدا، طبعا نجي هنا عندنا add file، نضيف الفايل مثلا هذه الصورة، وطبعا عندنا هنا convert to، نختار الصيغة اللي احنا نريدها. طبعا هو بما انه image فهنا راح يعطينا الصيغ اللي ممكن نستخدمها، يعني اما BMP GIF، يعني ما ممكن نحول الصيغه الى فيديو. ايضا لو جينا نغير فيديو مثلا، طيب طبعا بالنسبه للفيديو اذا نجي هنا عندنا مجموعه من الصيغ الخاصه بالفيديو، هذا الفيديو اللي احنا حملناه اللي هو MP4 نقدر نحوله الى صيغ عديده جدا، وطبعا نقدر نحوله الى صوت ونقدر نستخلص فقط الصوت اللي هو MP3 وويف، وطبعا عندنا هنا HTC اللي هن الصيغ الخاصة بالسينما مثل ما تلاحظون نوعيات كبيرة. وطبعا بإمكاننا انه قبل ما نحول بإمكاننا انه نحذف الجزء اللي حولناه وطبعا نضيف ملف جديد. طبعا راح ناخذ فد مثال، طبعا راح نحول صورة الى ايكون، يعني باختصار انه عندنا هنا فولدر، هذا الفولدر مثلا هذا الفولدر مثلا راح اسميه بها، وحبيت انه هذا الفولدر مثلا خلي نفتحه بداخله فولدر وليكن مثلا وليكن اسم هذا الفولدر ايضا بها. طبعا هذا الفولدر حبيت انه يكون الايكون الخاص بي على شكل صورة. طيب الصورة بشكل مباشر ما اقدر اخليها على شكل ايكون، لابد انه احولها الى امتداد ICO. وكمثال راح نجي ناخذ صورة، طبعا عندنا صورة، هذه الصورة راح نحولها الى ايكون، طبعا نجي هنا نضغط على convert to وطبعا نختار ICO ومن ثم convert now، راح ننتظر الى ان يتم التحويل. طيب عندنا هنا طبعا داونلود، بامكان انه اسوي داونلود، جيد، وصار عندي هنا ايكون خاصة بالصورة، جيد. حتى اغير الايكونة اجي هنا اضغط كليك ايمن properties customize change icon واجي الى براوزر، طبعا بالداونلود راح اختار الصورة اللي حملتها من الموقع زامزار، اجي على اوكي ومن ثم ابلاي ومن ثم اوكي. اذا الاحظ انه المجلد يحمل نفس الصورة، وحتى هنا طبعا راح تظهر عندي الصورة بامكاني انه اشاهد هذا المجلد بشكل سهل وبسيط. ايضا انه الموقع يسمح لنا انه نحول عدد ملفات 3 ملفات يوميا، كل يوم نقدر نحول 3 ملفات بشكل سهل. في حال لو عندنا كمية كبيرة، في حال لو احنا شركة مؤسسة ضخمة ونحتاج عدد تحويل كبير وضخم من الملفات، طبعا عندنا هنا ساين اب لابد انه ننشئ حساب، وطبعا الحساب سهل. اذا نجي هنا طبعا عندنا مجموعة من الخطط، من ضمن هذه الخطط عندنا 9 دولار شهريا، 9 دولارات شهريا نقدر نحمل بشكل كبير جدا، وايضا طبعا هنالك خصم في حال لو كان يعني سنوي يكون عندنا خصم.
طبعا الموقع رائع جدا ولطيف واحترافي جدا، وطبعا يوفر لنا الجهد من أن ننصب مجموعة ضخمة جدا، عشرات البرامج نقدر نختزلهن باستخدام هذا الموقع بثلاث ضغطات: إضافة الفايل، اختيار الصيغة، وكونفيرت ناو، ومن ثم نحمل الملف بشكل مجاني. إن شاء الله يكون هذا الموقع مهم وسهل وينال إعجابكم. نلتقيكم مع موقع آخر بإذنه تعالى.